بين حالة من الهلع واللامبالاة تكون ردة الفعل المتناقضة لدى المواطنين حيال انتقال وانتشار فيروس كورونا الذي يضرب أغلب دول العالم. مسؤولية اجتماعية لا مش مسؤولية فردية، مسؤولية اجتماعية علينا كلنا جميعا إننا نتكاتف ونتعاون ويحث بعضنا بعضا في مثل هذا الموقف هذه الظروف. إجراءات احترازية أعلنت عنها السلطات في المحافظة لكنها لن تجدي نفعا في ظل تأكيد الجهات الصحية على افتقار المحافظة لمحاليل فحص الفيروس وشحة أدوات الوقاية. نحن معانا دولة ومعاها إيرادات ومعاها كل شيء، لازم تنجز، لازم تنجز لنا نواجه هذا الوباء ونواجه هذا يعني الموت. نحن الآن في صدد الموت، ما عاد باقي ايش من مواجهة، ايش عملت الدولة، ايش عملت لنا؟ ولا حاجة. مع قدر ايش تكنس ثلاثة شوارع تصفيهم، عاد بتواجه لنا كورونا. قرار إيقاف إقامة الشعائر الدينية وإغلاق الأسواق وصالات المناسبات قوبل باستهتار المواطنين وعدم الاستجابة له، ما يعني أن كل الإجراءات التي أعلن عنها ستكون في مهب الريح. معي في البيت والله شاقي على 12 فرد في البيت، رزقنا من هذه العلاقة وأنا معي لسنس آداب. هنا في مدينة التربة بريف المحافظة بدأ إغلاق المحال التجارية الكبيرة وأسواق الخضروات بانتظار البدء بإغلاق أسواق القاتف خطوات احترازية لمنع انتشار الوباء. الرعب الذي يخيم على المواطنين في ريف تعز هو بفعل معرفتهم بانهيار المنظومة الصحية للبلد من جهة، ومن جهة أخرى بفعل الحرب وغياب دور الجهات الحكومية في حال انتشر الوباء. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.